السلام عليكم. على كل حال للأسف الشديد أنا الأستاذ دكتور أمريكا ماهرش، ولكن هناك أستاذ آخر مختص فيما يخص مجال التصوف أو الحركة. De réflexion ou de pensée et un certain type de entre guillemets de spécialiste qu'on appellera les fuqaha. Donc c'est les érudits, si vous voulez, de l'islam, c'est les gens, c'est les spécialistes de la religion. C'est les spécialistes qui sont censés dire ce qui est. Ce qui est ou qui n'est pas, ou ce qui n'est pas valable, ou licite, ou même pensable des fois, parce qu'il y a, il y a des choses qui sont, pour les fuqaha, qui sont interdites, qu'on n'a pas le droit de penser. Donc, ils ont commencé à dicter carrément une certaine vision des textes religieux, à savoir le Coran d'abord, et on a commencé aussi à assister à à la jeunesse, si vous voulez, de ce qu'on a appelé après les hadiths ou les ahadiths ou sunna ou l'athar حسب اختلاف التسميات. من بين الملامح المهمة اللي تهمنا اليوم في هذا الجلسة ملامح الايديولوجية الرسمية للدولة، لأن هناك في دولة الخلافة ابتداء من سنة 40 هجرية أصبحت هناك ايديولوجية رسمية لدولة الخلافة أو لمؤسسة الخلافة. هذه الايديولوجية الرسمية ينتجها ويرعاها الفقيه، إنتاج الفقيه ورعاية الفقيه. إنتاج الفقيه فهمناها، كيف رعاية الفقيه؟ الفقيه يرعى هذه الايديولوجية بالفتوى، لأن كل من يخرج عن هذه الايديولوجية يعتبر مارق أو زنديق أو زنديق أو ملحد، وبالتالي يكفر بفتوى ويحكم عليه القاضي بالقتل أو بردة، ويقتل حسب قانون الردة. إذن أصبح هناك مؤسسة هي مؤسسة الخلافة، عندها إيديولوجيا ينتجها الفقيه، شخص اسمه الفقيه. طبعا هناك يقول الفقيه لا يعني أن 100% parce que ce sont les exceptions qui justifient la règle. Là c'est la règle générale، يعني هذه القاعدة العامة. هذا لا يعني أن ليس هناك بعض الفقهاء كانوا ضد في ذلك الوقت، ضد الخطاب الرسمي، كاين هذا موجود، ولكن هذا لا ينفي القاعدة العامة. يعني الملمح العام والصورة العامة للفقيه ابتداء من سنة 40 هجرية هو أن الفقيه موالي للخلافة، لمؤسسة الخلافة. هذا يعني الصورة العامة. نتيجة هذا هو إقصاء، بالضرورة إقصاء كل توسكي ديفيرون، كل من يفكر بطريقة مختلفة، إقصاء المختلف. هنا رانا نتكلموا داخل دائرة الإسلام، ماناش نتكلموا خارج الإسلام، لأن خارج الإسلام مشكلة أخرى، لأنه هذاك خلقوا لها مصطلحات أخرى، دار الإسلام ودار الحرب. دونك إيزون بيربيتوي لو كونفلي، يعني حكموا بتأبيد الصراع بين المسلمين وبقية العالم. أصبحت هناك دار الإسلام، وكل من ليس داخل دار الإسلام بالضرورة هو موجود في دار الحرب. وظهرت أحاديث أنه لا يجوز أن السكن مع الكافر، لأنك إذا سكنت مع الكافر ممكن تسمع منه أفكار وممكن تراجع أفكارك. ومنذ سنة 40 هجرية أصبح ممنوع أن المسلم يراجع أفكاره، لأنه سيتهم بالردة ويقتل. وأصبحت مراجعة الفكر أو السؤال النقدي أصبح محرم، وحرم المنطق، وحرمت الفلسفة، وكفروا الفلاسفة. أول من تجرأ على الشك في ليس في النص، في تأويل النص وقراءة النص، ils ont douté de la lecture du faqih، c'est المعتزلة. وبالمناسبة المعتزلة ما هم لا فرقة ولا طائفة، هم ناس مفكرين، بالك هم ناس كانوا يحضروا لقاءات كما هنا، كما رانا هنا، ناس كانوا يتجرؤون على إعادة تفكير النص. Ils ont osé repenser le texte.
pas dans le sens, pas la philologie du texte, non, le ta'wil, c'est-à-dire l'explication, si vous voulez, l'exégèse du texte. Tafsir nas, ta'wil nas. Tajarra'u ala i'adat al-nazar fi qira'at al-nas, fa kaffaruhum wa dhabahuhum dhabhan taht al-manabir fi l'id, fi yom l'id. Ghilan al-Dimashqi, al-Ja'd ibn Dirham, واصل بن عطاء يعني هذا كأمثلة فقط، هناك غيرهم الكثير. هذو المعتزلة، المعتزلة بدأوا يظهروا ابتداء من سنة 40 هجرية تعطيه دي لانكار. إذن هذا طبعا والإقصاء شمل الصوفية، وهذا هو بيت القصيد. الإقصاء شمل الفلاسفة وشمل الصوفية، أصبح القراءة الصوفية رغم أن الصوفية لا تعتبر قراءة، لأن الصوفية كانوا عندهم أسانيد كما هما كما المحدثين. الطرق الصوفية كلها تملك أسانيد، وهذه الأسانيد تعود ترتفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني المعتزلي ما عندوش سند، سنده العقل. الفيلسوف أيضا يستند إلى العقل ويستأنس بالنص، لأن ولكن الصوفي عنده سند شريف، سند يصل يرتفع إلى النبي، فلماذا يقصى؟ المفترض أن ما يقوله الصوفي يملك نفس درجة المصداقية إلى على ميم لو ميم دوغري دو كريديبيليتي كو سو كو ديري باغ اكزومبل ان فقيه او ان محدث. نورمالمون سو كو دي ان صوفي اي بورتون même les soufis ont été persécutés et excommuniés et exécutés. حتى الصوفية لم يسلموا من هذا الإقصاء. وزيد كاين مسألة أخرى أنا يعني نحب نقولها إلى الذين، وهذا ليس دفاعا بالمناسبة عن الصوفية، أنا يعني أنا لا أنتمي إلى أي طريقة صوفية بالمناسبة. يعني je ne suis pas officiellement dans une confrérie. Même si je connais presque toutes les confréries. Je les connais, c'est des amis, c'est mes amis. Mais officiellement, je ne suis dans aucune confrérie. لكن يعني هذا ليس دفاعا، وإنما هذا هو تقرير واقع. تقرير واقع. الفقيه عبر التاريخ أعطى لنفسه الحق في الحكم على الصوفي. والفقيه عبر التاريخ أعطى لنفسه الحق في أن كل من عداه يجب عليه أن يتبعه. الفقيه يقول اتبعوني وإلا أنتم زنادقة، اتبعوني وإلا أنتم كفار، اتبعوني وإلا أنتم ملحدون، ولا اتبعوني ولا تناقشوني. هذا هو المشكل. يعني لو كان قال اتبعوني برك سويفي مو نتبعوه ماشي مشكلة، ولكن ما عندكمش الحق تناقشوني. يمكن أسانيد أستاذ؟ نعم يمكن أسانيد تاع الكلام إسناد إسناد حجة نهاية نهاية الفقهاء يعني كون الفقيه يرفض النقاش، يعني الإقصاء تاعو إقصاؤه للفلاسفة، وإقصاء يعني معروف أن الفلاسفة من كفرهم الفقهاء، هذه مسألة معروفة. يعني مجرد التكفير دليل كافي على أن من يكفر لا يقبل النقاش. المعتزلة من أفتى بقتلهم؟ الفقهاء والمحدثون، الفقهاء والمحدثون، وهذا دليل كافي على مع أن المعتزلة أي كتبهم موجودة منشورة. أقرأ الأصول الخمسة القاضي ابن عبد الجبار مثلا، أقرأ الجاحظ كان معتزلي وغيرهما، هذو سونيك دي زيكزامبل. كتب المعتزلة كتب عقلية، يعني كتب نقاش عقلي. المعتزلة كانوا يناقشون بالمنطق والعقل. لماذا كفروا؟ تكفيرهم دليل على حتى منطق التكفير. منطق التكفير منطق غريب عن القرآن. منطق التكفير منطق غريب عن عرف القرآن، وهذا موضوع ثاني، موضوع آخر. لكن آلية التفكير ابتدعت
واصطنعت وفبركت خصيصا لإقصاء كل من هو مختلف عن الفقيه أو يختلف معه أو يجرؤ على الاختلاف معه. ولهذا كل من اختلف مع الفقيه تم الحكم عليه يعني بالتكفير وبالقتل، وهذا وقع تاريخيا، وهذا شيء ونذكر لكم عدة أسماء يعني مذكورة تاريخيا ومعروفة في المصادر. مصادر كل التاريخ، كل اللي حاب يشوف المصادر، كل مصادر روح مثلا السير على النبلاء للذهبي على سبيل المثال، تاريخ الإسلام للذهبي مثلا، كثير من كتب ما يسمى كتب التراجم تذكر هذه المسألة. إذن هذا الإقصاء جعل التصوف على غرار بقية الاتجاهات العقلانية مثل الفلسفة وعلم الكلام وبالخصوص اتجاه المعتزلة، جعل هذه الاتجاهات ومنها التصوف جعلها تعيش على هامش السلطة وتعيش في خندق المعارضة، في خندق المعارضة وعلى هامش السلطة، وأحيانا حتى على هامش المجتمع، أحيانا حتى على هامش المجتمع. هذه وحدة. تاريخيا الصوفية عاشوا في المعارضة، هذا يعني أنا لا أحتاج إلى دليل في هذا الموضوع، لأنه ببساطة لا يوجد صوفي في التاريخ دخل على خليفة، إلى ديوان خليفة أو إلى بلاط تاع خليفة، هذا تاريخيا غير موجود، إلا اللي جابوهم بالقوة، جابتهم الشرطة تاع الخليفة يعني سحبوهم جابوهم بالقوة، ils ont été ramenés de force ramenés de sinon aucun soufi d'ailleurs الصوفية كانوا يمنعوا كل من يسمعوا به دخل إلى قصر خليفة يطردوه من الحلقة تاعه، يطرد، قل له أنت، يتهموه بالطمع أو يتهموه بشيء من هذا النوع فيطرد من حلقة الصوفية. كل من يصل عنه خبر أنه اتصل بوالي أو بسلطان أو بخليفة يطرد من حلقة الصوفية، هذا شيء مشهور. أيضا تاريخيا لم نجد ولا صوفي استلم منصب رسمي سواء منصب قاضي أو مفتي أو غير ذلك في إطار الدولة. إذن تاريخيا الصوفية عاشوا على هامش السلطة وأحيانا على هامش المجتمع، واضطهدوا وكانوا دوما معارضين. تقدروا تلقوا كثير من التفاصيل في كثير من المراجع، ومنها على سبيل المثال نزعات المادية لحسين مروالي، كتب أكثر من 600 صفحة عن الصوفية وحدهم، كتب عنهم أكثر من 600 صفحة. الآن نأتي إلى الواقع الجزائري. التصوف في الجزائر طبعا بدأ في وقت مبكر، وأنا فصلت في كتابي، فصلت مانيش باش ندير له بيبليسيتي وإلا باش نقرا لكم أنه بعض الأشياء نحتاجها، فصلت فيه هذه النقطة وتحدثت عن الجذور التاريخية للتصوف في الجزائر، تلقاو كثير من التفاصيل في الكتاب، ولكن أنا أحب أن أشير إلى أن حتى في الجزائر الصوفية في كثير من الأحيان كانوا معارضين، ووجدنا هذا حتى في مرحلة الدولة العثمانية وقبل المرحلة العثمانية، وجدنا أن الطرق الصوفية، وهذا الكلام أيضا تقوله تقريبا كل الدراسات، منها مثلا يوسف نسيب الشان ريليجيو دي جورجورا اللي خرج عند سينباد كمثال، وأيضا تلقاو رسائل دكتوراه أيضا حول هذا الموضوع، منها رسالة دارها الدكتور فيلالي في مقدمة إلى جامعة ليون، أيضا يتحدث عن هذا الموضوع، يتحدث أن الصوفية في الجزائر أو طرق الصوفية في الجزائر هي التي ces confréries qui ont pris en charge la société algérienne post-almohade يعني ما بعد سقوط دولة الموحدين. عندما تعرفوا جميعا أن الجزائر عندما سقطت دولة الموحدين لغرامة هذا المغرب الكبير انقسم إلى ثلاث دويلات
الدولة المارينية في الغرب والدولة الزيانية في الجزائر تقريبا وعاصمتها تلمسان وكانت حدودها تقريبا حتى البجاية، والدولة الحفصية في المشرق وكانت تقريبا تمثل تونس الحالية مع أراضي شوية زيادة على ما هي الآن. ففي تلك المرحلة كلما سقطت دولة في التاريخ كانت الطرق الصوفية هي التي تتكفل بالمجتمعات، تتكفل بها من جميع نواحي. وهذا أيضا يحتاج تفصيل، لأن الطرق الصوفية التصوف تاريخيا أيضا وقعت له تحولات، تحول من حالة زهد لأنه بدأ مع الزهاد، ثم تحول إلى صارت له تحولات، يعني ذهب في اتجاهات فلسفية أيضا مع الحلاج والسهروردي والبسطامي وغيرهم، وأيضا ذهب في اتجاهات هيكلية اجتماعية مع طرق الصوفية اللي بدأت تقريبا من زمن سيدي عبد القادر الجيلاني في بغداد في العراق، ومعروف أن القادرية هي أقدم طريقة عرفت في تاريخ الإسلام. إذن بالنسبة للجزائر الصوفية كانوا تقريبا دائما في حالة شد وجذب والصراع أحيانا معلن وأحيانا خفي مع السلطة، حتى أنه في مرحلة العثمانية معروف أن كثير من الطرق الصوفية عارضت الوجود العثماني في الجزائر، حتى أن بعض الطرق الصوفية لم تبايع خير الدين وبابا عروج، خير الدين المعروف ببربروس وبابا عروج، عندما دخلوا في السواحل تاع جيجل لمحاربة البرتغاليين والإسبان الذين كانوا يسيطرون على أغلبية السواحل الجزائرية أنذاك. طبعا هناك أيضا بعض الطرق بايعهم مثلا أول واحد مشهور بايعهم كان سيد أحمد بن يوسف تاع مليانة، مولى مليانة سيد أحمد بن يوسف الملياني، وهو من أعيان الطريقة الشاذولية ذلك الوقت، وكان قطب كبير من أقطاب الطريقة الشاذولية في ذلك الوقت، كان بايعهم ودعا الناس في الجزائر أنذاك إلى مبايعتهم وإلى طبعا إلى مقاومة الاحتلال أنذاك معهم. ولكن بعض الطرق الأخرى رفضت يعني لم ترفض المقاومة، وإنما رفضت بقاء السلطة العثمانية بعد انتهاء المقاومة. قال لك خلاص ما دام هذو الإسبان والبرتغاليين خرجوا، هذو ما علاش ما يرجعوش لإسطنبول، علاش ما يرجعوش من إنجم. فنفس الحكاية تكررت وشهدنا صراعات في هذه المرحلة إلى أن دخل أو إلى أن شهدنا الاحتلال الفرنسي ابتداء من سنة 1830. وهنا النخبة الجزائرية أيضا انقسمت، ولكن نعرف جميعا أن راية المقاومة ضد الاحتلال قادتها الطرق الصوفية، هذا شيء نظن محل إجماع في الجزائر ولا يختلف عليه اثنان. طبعا لا أقول جميع الطرق، وإنما يعني تقريبا 95% من الطرق الصوفية في الجزائر شاركت في هذه المقاومة الشعبية، وبعضها شارك بقوة أكثر كما الطريقة الرحمانية مثلا شاركت بقوة أكثر في هذه المقاومة. الرحمانيين وحدهم استشهد منهم أكثر من 17,000 في معركة سطوالي في العاصمة، وهم كلهم طلبة تاع قرآن جاءوا من بلاد قبيل وبراياتهم بسناجق تاعهم كما نقولوا حنايا، واستشهدوا وبأسلحتهم واستشهدوا على أسوار العاصمة في معركة ما يعرف معركة تاريخيا بمعركة سطوالي. فإذا لكن هذه الحركة المقاومة طبعا أفزعت الاحتلال ودفعت المختصين في الإدارة وتسيير الاستعماري إلى التفكير في هذه الطرق الصوفية وكيفية التخلص منها أو على الأقل التنقيص، يعني من لأن الطرق الصوفية في ذلك الوقت كانت هي المرجعية الوحيدة تقريبا في الجزائر، هي المرجعية الوحيدة، سيتي لو سول ريفيرون فالابل بور لي الجزائريين في ذلك الوقت. ولهذا الناس يعني لا يمكن في ذلك الوقت أن تتحرك
مجموعة لتقاوم مقاومة يعني بشكل مسلح إذا لم يأذن شيخ صوفي. مستحيل في الجزائر. هذه لازم تعرفوها. الجزائر الاحتلال في جزائر 1830 كان يستحيل أن تتحرك مجموعة من الشعب الجزائري تلفت سلاح ضد ولو ذبابة مام كونتخ إنوش إذا لم يأذن شيخ صوفي. هذه لابد نتفق فيها. هذا كان يعني لماذا؟ لأن الجزائريين في ذلك الوقت لما توصل المسائل إلى 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 الدم والقتال والصراع والمقاومة المسلحة اللي ممكن إنسان يموت فيها ويقتل ويستشهد فيها، لا يقبل الجزائري أن يرفع سلاح ويذهب لي يعني ربما لا يعود، ممكن يروح ما يرجعش إلا إذا بعد أخذ الإذن من الشيخ صوفي. هذا الشيء كان مفروغ منه. ولهذا الإدارة الاستعمارية فهمت يعني الادمينستراسيون كولونيال ا بيان كومبري لا شوز اي سي بيان كو كالا كومونسي ا فابريكي دي دي فو شيوخ. فبدأ بدأ الاستعمار، بدأ الاحتلال الفرنسي، بدأت لا ماشين كولونيال بدأت تخرج لي فو شيوخ، شيوخ مزيفين. الشيوخ المزيفين طبعا لانهم كانوا يحتاجوا هذه الشنوعيه من الشيوخ، وهما اصلا ماشي شيوخ يعني، لانه الشيخ لازم له شيخ، تعرفوا الشيخ بلا شيخ كل ما يبنيه سيخ، يعني الشيخ اللي ما عنده شيخ ليس بشيخ. فهؤلاء شيوخ بلا شيوخ يعني، شيختهم فرنسا، فرنسا دارتهم شيوخ. لهذا عندما ناتي الان الى الصراع الذي نشا بين في ابتداء من الثلاثينيات بين جمعية العلماء، وانا ربما ندخل ايضا في صميم الموضوع، بين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ذلك الوقت التي انقسمت على نفسها لانها تأسست مرتين، وهذا ايضا لا يعرفه كثير من الجزائريين. جمعية العلماء تأسست مرتين، المرة الاولى اسسها الصوفية، والمرة الثانية احتلها الوهابيون وطردوا منها الصوفية. التأسيس الثاني هو الذي يتحدثون عنه في الكتب الرسمية تاع المدارس، ولا يتحدثون عن التأسيس الأول الذي أشرفت عليه الطرق الصوفية. وحتى أن الفكرة أصلا يعني تقدروا تقرأوا هذه، تتراجعوا مذكرات الشيخ أحمد توفيق المدني رحمه الله، وهي مطبوعة مذكرات حياة كفاح تحت عنوان حياة كفاح في 4 أو 5 مجلدات، مطبوعة في دار البصائر طبعة جديدة، وهناك طبعات قديمة أيضا، يتحدث بالتفصيل عن تأسيس جمعية العلماء ويذكر هذه الأمور. إذن تأسست مرتين، التأسيس الثاني كان المقصود منه هو طرد الاتجاه الصوفي، حتى أن الشيخ باديس رحمه الله على كل حال يقول أنه استدعى الشرطة، يعني في مقال من مقالاته في الموجودة يعني ذكرها هنا وموثقها هنا، يقول انه استدعى الشرطه الفرنسيه طبعا، لانه ذاك الوقت كان غير شرطه فرنسيه، لتجنب الفوضى داخل الجمعيه، لانه كان يتوقع في الجمعيه العامه تاع التاسيس الثاني انه يحدث نوع من الفوضى، ولكن في النهايه ولم تحدث فوضى، وانما انسحب الصوفيه واسسوا جمعيه اخرى برئاسه الشيخ المولود الحافظي الازهري رحمه الله، واللي كان يوقع مقالاته باسم الفلكي، وأسست تحت عنوان سوزان نون تري سيغنيفيكاتيف، سموها جمعية علماء السنة. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن جمعية العلماء آنذاك بعد تأسيسها الثاني كانت انحرفت عن في رأيهم انحرفت، لأنها خرجت إلى خطاب وهابي، وهي فعلا كانت تم يعني عندها خطاب وهابي، وهذا الخطاب أيضا ظاهر وباين يعني الى 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 الجميع، باين امام الجميع في ميثاقها المنشور والمطبوع واللي موجود، ممكن اي واحد يطلع عليه، ميثاق جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين. هذا الميثاق يعني تقريبا في 16 او 20 نقطه، اغلب النقاط تركز على الاتجاه الوهابي، وحتى ان الشيخ مبارك الميلي والشيخ البشير الابراهيمي والشيخ العربي تبسي أيضا في مقالاتهم يقولون نعم نحن وهابيون ولا ننكر ذلك بل ونفتخر بذلك. ولا يزال إلى اليوم
وما نسمي لكمش هذه الناس، ربما الناس اللي تابعها على بالها، هناك إلى اليوم عناصر ما تزال تنتمي من الأساتذة الجامعات تنتمي إلى ما بقي من هذا الشبح الذي يسمى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، نزالوا إلى اليوم يحضرون الموسم السنوي الاحتفالي متاع محمد بن عبد الوهاب في السعودية. ونعم إلى اليوم ما زالوا يحضرون ويلقون محاضرات فيه إلى آخره إلى آخره، وبعضهم من كبار أساتذة الجامعات في التاريخ وفي الأدب وغير ذلك، ولا داعي لذكر الأسماء. إذن الجمعية العلماء طبعا صارعت دخلت في صراع، لكن مشكلة العلماء ما هي؟ مشكلة جمعية العلماء أنها دخلت في صراع ليس مع هم يقولوا حاربنا الصوفية المزيفة، لا، هم حاربوا الصوفية الحقيقيين، هم حاربوا الصوفيين الحقيقيين، لم يحاربوا التصوف المزيف، لأن التصوف المزيف أصلا هم مش ما كانوش قادرين يحاربوه، لأن فرنسا لا تسمح لهم بذلك. وهنا نحب نقرأ لكم نصوص، لأنه الناس اللي ظنوا بأن طبعا أنا ما أنا لا علاقة لي بالعواطف، أنا في التاريخ تاريخ والنص نص. كتاب الكاميرا الغلاف أو أبحاث في التصوف والطرق الصوفية، الزوايا والمرجعية الدينية في الجزائر. لا موجود في الأسواق، يقدروا الأصدقاء يشريوه. إذن الشيخ باديس ماذا يقول؟ يعني جمعية العلماء، نقرأ لكم حتى هكذاك باش ما ندخلش في التأويل. يقول هنا يتحدث عن الشيخ باديس، يتحدث مع الشباب الجزائري في أحد في إحدى مقالاته. أسلم أسلم عشان الشباب. يقول للشاب الجزائري، للشباب الجزائري، يقول احذر من التعصب الجنسي الممقوت، فإنه أكبر علامة من علامات الهمجية والانحطاط. كن أخا إنسانيا لكل جنس من أجناس البشر إلى آخره. نروح بيت القصيد، يقول حافظ على مبادئك السياسية، ولا سياسة لك إلا سياسة الارتباط بفرنسا والقيام بالواجبات اللازمة لجميع أبنائها والسعي لنيل جميع حقوقهم، فتمسك بفرنسا العدالة والأخوة والمساواة، فإن مستقبلك مرتبط بها. ثق بأن سياسة الصدق والصراحة والإخلاص مرتكزة على الحب والعمل والتعاون، لا بد أن تظهرك أمام العالم بمظهرك الحقيقي رغم كل الغيوم التي ينشرها حولك خصومك ومنافسوك، فتعطيك حينئذ فرنسا جميع الحقوق كما قمت لها بجميع الواجبات، وتحيا حياة طيبة كجميع أبناء العالم العاملين المخلصين. إذن هو كان ضد الصوفية، جمعية العلماء كانت ضد الصوفية، لكنها كانت مع فرنسا من جهة. أو يقول لا سياسة لك أيها الشعب الجزائري إلا سياسة الارتباط بفرنسا. هذا الكلام سنة 37، حتى لا يقال، لأنه 37 زاد عامين وثلاثة من بعدها وتوفى، لا يقال أن هذا الكلام قديم، يعني من مقالاته القديمة، وهي عموم مقالاته القديمة لا تختلف. أنا عندي مقالاته القديمة في مثلا جريدة السنة أو الشريعة، لا تختلف عن هذا المعنى، هو نفس النغمة بقي يعزف عليها الشيخ باديس رحمه الله حتى توفي. يقول سنة أيضا في الشهاب في فيفري 37، يقول نحن الأمة الجزائرية لنا جميع المقومات والمميزات لجنسيتنا القومية. يقول أما من الناحية السياسية، هذا من الناحية الثقافية، أما من الناحية السياسية هذا كلامه، فقد قضى قانون 1865 باعتبارنا فرنسيين، لكنه نفذ وينفذ تنفيذا جائرا، فيفرض علينا جميع الواجبات الفرنسية دون حقوقها. فنهضت الأمة، يقصد الأمة الجزائرية، بمؤتمرها الفخم، يقصد المؤتمر الإسلامي تاع 36، وقررت فيه بالإجماع المحافظة التامة على المميزات الشخصية والمطالبة بجميع الحقوق السياسية. حتى يقول وأدركوا يعني أعضاء المؤتمر أنه لا بقى للأمة الجزائرية
أنه لا بقاء وأدركوا أن لا بقاء للأمة الجزائرية مرتبطة بفرنسا إلا إذا أعطيت حقوق الجنسية الفرنسية السياسية مع بقائها على جنسيتها القومية بجميع مميزاتها ومقوماتها. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الشيخ باديس كان يرى أننا ينبغي أن نكون جزائريين، لنا لغتنا وثقافتنا وديننا لآخره، ولكن تحت العلم الفرنسي. Ça c'est la nuance qu'il cache beaucoup de gens. Voilà. Donc, إذا في النهاية خطاب العلماء لم يكن يختلف مع خطاب مثلا فرحة عباس رحمه الله، مع العلم أن فرحة عباس تراجع شوية حتى قبل الثورة، وأنا مؤخرا اكتشفت وثيقة، اكتشفت حصة في راديو ألجي شاركوا فيها مجموعة من السياسيين الفرنسيين، وشارك فيها فرحة عباس، وهي موجودة على اليوتيوب، الأرشيف الفرنسي حطها في اليوتيوب. 47 je pense. Après 43. Voilà, après 43. Après sa rencontre avec Moussaïd Hadj. Exactement. بدأ في هذه الحصة، بدأ في ذلك الوقت كان فرحة عباس بدأ يتحدث عن الخصوصية، la spécificité culturelle algérienne. Chose dont il n'avait jamais parlé auparavant. بدأ يتحدث عن الخصوصية الثقافية للشعب الجزائري في هذه الحصة، في هذا البرنامج موجود هذا الكلام، وهو عندي مسجل، وهو أيضا موجود في اليوتيوب، أي واحد يقدر يطلع عليه. pour moi c'est bien sûr. Alors, j'ai le tessil, et j'ai l'écouté tout seul. Donc, وأيضا نعود لمعرج على النص المشهور الذي يستدلون به كثير، واللي مرة أذكر أن جريدة الجزائر اليوم حطته في الفلاين، لكن يبدو أن من جعل هذا العنوان في الصفحة الأولى لم يقرأ النص بكامله. هذا النص يقول في سنة 37 بتاريخ 13 نوفمبر 37، يقول الشيخ باديس في الشهاب: إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد، في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها وفي دينها، لا تريد أن تندمج، ولها وطن محدود معين هو الوطن الجزائري بحدوده الحالية المعروفة، والذي يشرف على إدارته العليا السيد الوالي العام المعين من قبل الدولة الفرنسوية. هذا كلام صحيح. ثم إن هذا الوطن الجزائري إساء، هذا هو سيسكو نوكاش، هذا ما يكملوش، يقول ويل للمصلين ويسكتوا، ما يكملوش الآية. يقول: ثم إن هذا الوطن الجزائري الإسلامي صديق لفرنسا مخلص، وإخلاصه إخلاص قلبي لا إخلاص ظاهري، يخلص لها إخلاص الصديق لصديقه لا إخلاص التابع لمتبوعه، فهو في حالة السلام والأمن يطلب من فرنسا أن تحترم دينه ولغته وتمهد له السبيل ليرتقي ضمن دينه ولغته وأخلاقه، وتسبغ عليه نعم الحرية والعدل والمساواة حتى يصبح في رقيه وحريته وسعادته نموذجا للإدارة الفرنسية والتعاون الأهلي الفرنسي، وتستطيع فرنسا أن تفاخر به الذين يتباهون بما حلوه في مستعمراتهم الحرة. إذن هذا ليس شخصا معاديا لفرنسا أو معاديا للاحتلال، بل أكثر من هذا، هو لم يكن يطالب بالاستقلال، ولم يتحدث أبدا عن الاستقلال. جمعية العلماء لم تطالب أبدا بالاستقلال، ولم تتحدث أبدا. أكثر من هذا، في وثيقة في المؤتمر الإسلامي 1936 لو كونغري مسلمان، معروف النتائج هدفني بالإجماع. أول نقطة في 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 المطالب أو في توصيل résolution du congrès musulman, قرارات المؤتمر، رقم واحد إلحاق الجزائر بفرنسا، رأسا بفرنسا، وهذه كل المؤرخين موجودة في كتب التاريخ، حتى الدكتور يحيى بوزيز الله يرحمه وكثير من المؤرخين، كل المؤرخين الذين أرخوا للمؤتمر الإسلامي ذكروا هذه النقطة كنقطة أولى، وهذا ما جعل الوفد اللي راح اللي هو راح لباريس، وفد العلماء اللي هو العقبي الشيخ باديس، الشيخ العقبي والشيخ الإبراهيمي، بيان سور ذهبوا إلى باريس لتوقيع هذا الاتفاقية أو هذه القرارات،
ذهب إليهم إلى الفندق مصالح الحاج مدة 7 ساعات وهو يتحاور معهم ويتناقش معهم بلا فائدة وهو ذكرها في المذكرات تاعه المطبوعة وتناقش معهم أيضا في الساعات ملك بالنبي وقد ذكرها في مذكرته العفن بوغيتور حاشاكم هو ذكرها أيضا في مذكرته وهي مطبوعة عن دار الأمة تاع بن نعمان ف بلا فائدة أيضا بلا فائدة بون ما نذكرش تفاصيل لأنهم حطهم في أوتيل يعني بون بغاف مي المهم هذا ما كبرنا بيقولها بكل حال لكن جمعية العلماء حاربت المرجعية الصوفية أوكي ولكن ما هو المقابل طيب تجي تبني تري بالدار ما هو مشروعك ما هو مشروع العلماء أنا أتساءل الآن ما هو مشروع جمعية العلماء أين هو مشروعها ما عدا ما يعرف بميثاق جمعية العلماء هو ميثاق ديني بالمناسبة لباكت ميثاق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هو ميثاق ديني يتكلم عن 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 رؤية عن الرؤية العلمائية لقراءة النص الديني فقط ماشي أكثر لا يتحدث لا عن المجتمع لا عن السياسة لا عن الاحتلال ولا عن مصير الاحتلال ولا عن العلاقة مع الاحتلال مع فرنسا هذه أيضا ما تحدثش عليها طبيعة المجتمع ثقافة المجتمع تحدث عن قراءة عن أدواتهم أدوات العلماء في قراءة النص الديني طيب الآن المشكلة التي حدثت الشعب الجزائري كان مرتبط بمرجعية صوفية كانت موجودة الآن لها عيوب نعم هناك ما يمكن أن ينتقد فيها نعم ولكنها كانت موجودة وقائمة العلماء شنوا حربا بلا هوادة ضد هذه المرجعية إلى درجة أنه أنا شفت الآن يعني في مثلا في إحدى مدن الشرق الجزائري بتأثير الخطاب العلمائي الشعب في تلك المدينة وما كانش اسمها اعتدى ويعني وهدم حتى بعض الأضرحة يعني ils ont poussé les gens au vandalisme بخطابهم العنيف ضد ضد كل ما هو صوفي وحتى بالمناسبة يعني أنا قلت مرة في حوار من حواراتي أن الصراع اللي كان بين جمعية العلماء وبين الصوفية ما كانش صراع ديني بالمناسبة كان صراع سياسي هذا ينبغي أن يقال لأن العلماء لا يملكون الحجة الدينية على الصوفية دينيا وانا اعرف ما اقول اني متخصص في الشريعه واصول الدين هذا ترى المجال تاع التخصص تاعي جو سي تري تري بيان دو كوا جو بار ويكفيكم يكفيكم تقراو كتاب سيدي احمد بن مصطفى بن مصطفى العلم اللي هو الناصر كتاب الناصر اللي يجمع فيه كل الردود نتاعو الدينيه الفقهيه على اتهامات العلماء للتصوف في ذلك الوقت اللي كانت منشورة كانت تخرج في حلقات في جرائد في جرائد ذلك الوقت صراع كان كبير لكن هذا الصراع ما كانش ديني لأن العلماء لم يكونوا يملكون الحجة الدينية ما عندهم حتى حجة من الناحية الدينية لكن سياسيا نعم سياسيا حاربوا هذا الناس والمشكلة أنهم لم يكن عندهم بديل بدليل الآن أين هم العلماء حدثني شيخ من شيوخ في مدينة بسكرة وهو ما يزال على قيد الحياة وهذا الحديث مسجل عندي وموثق بالمناسبة أنه التقى مع سي عبد الحق اللي هو ما يزال أيضا على قيد الحياة في مدينة قسنطينة هو شقيق الشيخ بن باديس سي عبد الحق بن باديس شقيق الشيخ عبد الحميد بن باديس فبدأوا يتكلموا على جمعية العلماء فقال له وين راهم العلماء الجمعية موجودة يعني الهيكل موجود لكن أين هم العلماء؟ وين راهم العلماء؟ وبالمناسبة أغلبيتهم لم يكونوا علماء اللي كانوا صح علماء ربما 3 أو 4 أما 95% كانوا معلمين تاع اللغة العربية ومن المشاكل الكبرى في الجزائر أن أصبح كل من يتقاعد من التعليم في اللغة العربية لا أدري كيف يصبح مفتي يعني ربما كنت تعرفوا مفتي مشهور في الجرائد وفي التلفزيون في كل مكان ومتقاعد من اللغة العربية وشنو هذه الحكاية تاع كل من يتقاعد من اللغة العربية يصبح مفتي الجمهورية مش معقول هذا روح تخصصوا في الشريعة
ثم روحوا افتيوا على الاقل. مش مشكله لا، لان المدرسه الجزائريه كل من يدرس العربيه يزيدوا له التربيه الدينيه، لانه بالاقدميه اصبح يفتي، لانه عنده 30 سنه وهو يدرس التربيه الاسلاميه وهو مجبور، لانهم يزيدوها له. حتى انه مره كان واحد جابوه من المشرق مسيحي، جابوه من المشرق فرضوا عليه درس التربيه الدينيه، لانه مش وش راح يقول هو، لا ولا بد، لانه الشيخ تاع العربيه ما دام يقرا العربيه لازم يقرا الدين، لان العربيه والدين شيء واحد. يعني في حتى ان الجزائريين في وقت يقولها، هذه كثير من المذكرات يقولها ومنها مذكرات الشيخ احمد الفرمدان رحمه الله، يقول لك ان الجزائري لم يكن يتخيل انه عربي مسيحي. كيف هذه عربي؟ لانه في الذهنيه الجزائريه عربي يعني بالضروره مسلم، يعني ما دام عربي كيف هذا عربي مسيحي؟ يعني ما قدروش يستوعبوها، يعني جاتهم صعيبه. اذا الدوله الوطنيه، وهنا نجي للاستقلال، مرحله الاستقلال، باش نلخص لانه ما نمشيش حاب نطول لان التفاصيل كثيره والكلام يطول. مرحله الدوله الوطنيه مع الاسف شهدت التحالف مره اخرى بين الدوله الوطنيه الشعبويه ليتاناسيونال بوبوليست وبين التيار العلمائي الذي انقسم على نفسه بعد الاستقلال الى اتجاهين. الاتجاه الاول اختار المعارضه، وعلى راسه كان في ذلك الوقت الشيخ الابراهيمي والشيخ مصباح الحويذق والشيخ عبد اللطيف السلطاني والشيخ احمد سحنون والشيخ عمر العرباوي وغيرهم، وهذو هم الأشهر اللي كانوا يقودوا هذا التيار المعارض بعد الاستقلال، الذي نشأ عنه بعد ذلك، نشأت منه، خرجت منه تيارات الإسلام السياسي بعد ذلك، وهذا هو الاتجاه الذي أنتج كل ما عشناه في العشرية السوداء. والاتجاه الآخر اختار محالفة السلطة، وهو الاتجاه اللي كان موجود فيه كثير من الأسماء المشهورة، الشيخ أحمد حماني، الشيخ كتو، الشيخ عبد الرحمن الجلالي، وكثير من ايضا من شباب جمعيه العلماء ذاك الوقت كانوا زيتي جان، كما الدكتور عبد الله حموده، اغلبهم مازالوا حيين، كما الدكتور محمد هادي الحسني، الدكتور عبد الرزاق قسوم، وشيخي واستاذي بالمناسبه واحترمه كثيرا، فهو حاليا رئيس جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين، رئيسها الرسمي. فهذو كلهم وغيرهم غيرهم كثير من الاسماء لا تحضرني كلها، لكنهم دخلوا في تحالف غير معلن مع السلطة، واستلموا الكثير من الوزارات، منها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الدينية، ووزارة الإعلام، ووزارة الثقافة في ذلك الوقت. استلموا هذه الوزارات، وطبعا كرسوا استمرارية الحرب ضد التصوف، ضد هذه المرجعية الصوفية. الدولة الوطنية أيضا حاربت هذا الاتجاه. الدولة الوطنية تميزت ب نشر الإيديولوجية الشعبوية القومية، تعرفوا القصة المشهورة تاع الرئيس بن بلة رحمه الله لما راح لأحد إحدى قرى مدن الأوراس، وين الناس تقريب كلها يعني شوية، وبالتالي ليسوا عربا، فقال لهم في خطابه احنا عرب 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 عرب، فما فهموش يعني مش راح حد يقول ما فهموش يعني هذا المسألة، هذه مسألة تحريك التعبئة الجماهيرية الشوفينية والقومية وتضخيم الذات التي تضخمت سياسيا وتضخمت عاطفيا، ولكنها بقيت بائسة معرفيا حتى اليوم مع الأسف الشديد. هذه الذات مع الأسف يعني ضخمتها كثير من الدول الوطنية، وكرست هذا الخطاب، وكرست هذا الاتجاه. وحتى انه هناك ايضا معلومات موثقه، معروف بعض شيوخ الزوايا الذين سجنوا وكانوا تحت الاقامه الجبريه، ومعروف بعض الزوايا التي هدمت الى اخره. فاذا هذا الاتجاه مع الاسف كان طوال مرحله الرئيس بن بلة رحمه الله، وطوال مرحله الرئيس بومدين ايضا رحمه الله، وبدا هذا الضغط يخف يعني شيئا فشيئا في مرحلة الرئيس الشاذلي بن جديد رحمه الله أيضا. فبدأ هذا الضغط يخف
حتى شهدنا يعني تدريجيا نوع من إعادة الاعتبار أو يعني محاولة أو عمل لإعادة الاعتبار إلى هذه الطرق الصوفية أو إلى هذه المرجعية الصوفية. اليوم ضبابية المرجعية الدينية ما تزال سائدة في الجزائر. ما هي المرجعية الدينية اليوم للجزائر؟ أنا يعني صدمني مقال وهو عندي يعني صدر في ما عندوش بزاف في جريدة الشروق. هذا المقال الذي يدعو صاحبه وهو أستاذ في العلوم السياسية يكتب في الشروق بتقريب باستمرار. الدكتور سليم قلالة يعني ما كلاش يعني المقال مصدر كل نسخاته. هو دكتور يعني متخصص مش معروف بروفيسور في العلوم السياسية لا ينكر هذا الجانب، ولكن تحدث عن المرجعية الدينية في الجزائر وتحدث عن ضرورة العودة إلى الخطاب الأصولي. ما لا أفهمه أنا هو ما هو نوع الخطاب الأصولي الذي يريدنا هذا الدكتور أن نعود إليه. ما هو هذا الخطاب؟ ما هو مشروع الدولة الدينية الذي يريدنا أن نعود إليه؟ هل هو المشروع الإخواني؟ هل هو المشروع السلفي الوهابي؟ هل هو المشروع السلفي الجهادي؟ هل هو المشروع السني؟ هل هو المشروع الشيعي؟ هل هو المشروع يعني أي مشروع بالضبط؟ ما هي ملامح هذا المشروع؟ يعني المسألة طبعا هو جاب زوج نماذج يتكلم عن التضامن الاجتماعي وصندوق الزكاة. هذه الأشياء ما تعملش مشروع دولة. والخطاب الأصولي الجزائر جربناه يعني في الجزائر وما يشقاش لأنني أنا مانيش في سياق التفصيل في هذا الموضوع، لكن نبقى في صميم الموضوع. المرجعية الدينية، خلينا نتكلم عن المرجعية الرسمية وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى. هذه الهيئات وبالخصوص وزارة الشؤون الدينية التي تشرف على بعض مؤسسات التنشئة الاجتماعية من بينها المساجد، الخطاب المسجدي. ما هي حالة الخطاب المسجدي اليوم؟ عن ماذا يتحدث عن هذا الخطاب المسجدي؟ ما هي الاهتمامات التي يرتكز عليها؟ وما هي الأشياء التي تهم الإنسان الجزائري بشكل مباشر في حياته اليومية داخل هذا الخطاب؟ أيضا خطاب المدرسة، برامج التعليم الديني. وطبعا برامج التعليم الديني أنتم تعرفوا بأن وزارة الشؤون الدينية تشرف عليها بشكل مباشر، يعني التربية الدينية في المدرسة البرنامج يفوت على بالضرورة على وزارة الشؤون الدينية. ما هو محتوى هذا البرنامج؟ أنا بصراحة بالنسبة لي الخطاب المسجدي اليوم خطاب بائس وخطاب خارج الزمان وفارغ من كل من أي محتوى جاد. وأيضا البرامج المدرسية للتربية الدينية هي أيضا برامج بائسة وتحتاج كل هذا يحتاج إلى مراجعة جذرية. بل حتى برامج التعليم الرسمي التعليم الديني العالي، لأنا واحد من الناس اللي جزت عليه هذا البرنامج اللي هو برنامج كلية الشريعة وأصول الدين سواء في العاصمة أو في وهران أو في قسنطينة في الأمير عبد القادر في قسنطينة. هذا البرنامج يؤسفني أن أقول أنه اليوم بنسبة 95% على الأقل برنامج وهابي، برنامج وهابي. لهذا لا نستغرب هذا يعني الخطابات التي تخرج علينا في المساجد وخارج المساجد وفي الجرائد وفي كثير من المواقع. هذا البرنامج يحتاج إلى مراجعة جذرية. برامج تكوين الأئمة وبرامج تكوين الإطارات الدينية العليا اللي هي كليات الشريعة وأصول الدين وبرامج التربية الدينية في المدرسة نحتاج إلى مراجعة جذرية. وحتى الإعلام، لأن هذا مع الأسف الشديد يعني التجارة الدينية وصلت حتى إلى الإعلام، الإعلام المقروء والإعلام المرئي أيضا. فأصبحنا نشهد هذا يعني شيء مؤسف حقيقة، ولكن هذا هو الواقع. الآن أصبحنا نخضع دون شعور، أحيانا دون شعور منا وأحيانا رغما عنا، أصبحنا نخضع لأجندات دينية خارجية موجهة من عواصم خارجية يعرفها الجميع يعني وتؤثر بشكل مباشر على ما يقرأه الإنسان الجزائري وما يستمع إليه أو ما يشاهده على القنوات
التلفزيونية وعلى وبشكل خاص. أنا أتحدث هنا عن القنوات الخاصة يعني لشان بريفي بشكل خاص. وأيضا لا سوريز سور لا تاخ طبعا هي منصب المفتي مفتي الجمهورية الذي مبان عليه حتى أخبر وهو ما يزال اليوم محل صراع وشد وجذب بين المؤسسة بين عدة مؤسسات دينية يعني سواء الوزارة أو المجلس أو غيرها من المواقع. الزوايا أيضا طبعا هناك ما يؤاخذ أو هناك ما ينتقد عليها. الزوايا أيضا لابد أن ننقد واقعها لأن الزوايا أيضا تحتاج إلى إعادة نظر في كثير من أمورها وعلى رأس ذلك كله خطابها وأدوات هذا الخطاب وأدوات توصيل هذا الخطاب. أيضا اليوم يعني هذا سؤال كثيرا ما تبادر إلى ذهني هذا السؤال. اليوم الزاوية يعني هل الزاوية هل المطلوب من الزاوية أن تعوض الأزهر؟ يعني إذا كان مطلوب من الزاوية أن تخرج فقهاء فموجود كليات أصول الدين موجودة، الكليات الشريعة ماذا تفعل؟ موجودة، ومعاهد تكوين الأئمة موجودة، والقراويين موجود، والزيتونة موجودة، والأزهر موجود. فإذا ما معنى زاوية علم؟ إذا تقول لي زاوية علمية أنا نفهم بأنه ممكن كاين زاوية يعني زاوية غير علمية أو زاوية جهل مثلا. والواقع أنه هذا هو المقصود لأنه هناك من يتحدث عن الزوايا أنه بعض الزوايا فيها شعوذة. طبعا هذا مش موضوعي، ممكن يكون موضوع محاضرة أخرى. أنا بالنسبة لي الشعوذة موجودة خارج الزوايا وليس داخل الزوايا. معذرة سيدي، منذ ساعتين تتكلم في ناس يخرجون ويأخذون معهم معلومات أعتقد أنها خاطئة، يجب أن تعطي الكلمة لمن يعقب على هذا الكلام. سأختم وأعطيكم الكلمة. إذن لنستمع إلى مرافعة بين هذا وهذا، أتينا لنستمع إلى محاضرة حول التصوف، أما أن تكون محاضرة مرافعة وإجراء تجريح حقيقة ظالم لعدد من شخصيات وأعلام هذه الأمة هذا لا يمكن. أستاذي أختم وأعطيك الكلمة، أختم وأعطيك ساعة في كلام جارح ومجرح وخاطئ. سأختم وأعطيك سيدي الكريم أستاذي الكريم. بون ترميني لأختم. إذن باختصار واقع الزاوية أيضا يحتاج إلى إعادة نظر جذرية في خطابها وفي أدوات هذا الخطاب وفي من تخاطب هذه الزاوية، لأن الزاوية اليوم أنا في رأيي ليست لا نحتاج إلى زوايا تخرج لنا فقهاء، نحتاج إلى زوايا تخرج لنا أساتذة يفهمون كلام ابن عربي ويفهمون كلام الأمير عبد القادر ويشرحونه للعالم. هذا ما نحتاج زاوية تخرجنا. إذا تقدر الزاوية اليوم تخرج لي من يفهم كلام ابن عربي أهلا وسهلا، تخرج لي من يفهم كلام الأمير عبد القادر في كتابه المواقف ويشرحه بأكثر من لغة العالم أهلا وسهلا، لأن هذا فعلا ما يحتاجه اليوم الإنسان سواء في الجزائر أو خارج الجزائر، هو خطاب روحاني. نحتاج إلى خطاب روحاني جديد، ونحتاج أيضا إلى إسلام تنوير وليس إسلاما أصوليا. نحتاج إلى إسلام التنوير، إسلام الأنوار. هذا الإسلام لا يمكن أن نصل إليه إلا بمراجعة جذرية للنصوص، جميع النصوص، مراجعة تهدف إلى إعادة النظر في هذا الخطاب للخروج بخطاب تنويري جديد يعني يجيب عن تساؤلات الإنسان المعاصر، يجيب عن أسئلة الإنسان المعاصر، ويجيب أيضا ويستجيب لحاجاته. وأشكركم على إصغائكم. دقيقة أستاذ دكتور، أشكر الأستاذ الإعلامي سعد جاب الخير، وأعتقد يعني استطاع أن في طبعا في موضوع واسع جدا مرتبط بالتاريخ، مرتبط بالأحداث، مرتبط بالتناقضات المجتمع الجزائري منذ عصور بالصراعات مختلفة، وخاص خصوصا أن ما نبهنا إليه الأستاذ هو أن ذلك الصراع الأزلي موجود ما بين يعني المستويين في نفس العقيدة أو في نفس الدين، المستوى السياسي
والمستوى الروحي. والصراع الأزلي الذي يعني ساعد على تدمير ما يسمى بتكوين المسلم. ونعتقد ولا أختلف معه كثير من وأعود دائما إلى العلامة رحمه الله عرقون عندما يتحدث عن الجهل المقدس. فالجهل المقدس اللي هو نتيجة الوهابية التي هي أخطر على الإسلام من الصهيونية. وأقوله بصراحة لأن عندما ندرس الاتجاه الوهابي نجد أنه جسد ميكانيكية جهنمية لتدمير العقل التحليلي. والعقل التحليلي لسبري دو لاناليز ولا لسبري اناليتيك il fondamental dans le développement de l'intelligence. Nous ne pouvons pas imposer, nous imposer en tant que nation musulmane si nous n'aurons pas cette capacité de pouvoir analyser les choses d'une manière objective, avoir un rapport étroit avec la réalité. Nous ne pouvons pas organiser la société avec une perception métaphysique, tafsir غيبي أو توظيف مفاهيم غيبية لتنظيم المجتمعات، لأن المجتمع كتلة اجتماعية مادية ولا يمكن أن ينظمها إلا انطلاقا من التناقضات الموجودة داخلها. وبذلك لابد أن نطور الرؤية الفكرية الفعلية لتجاوز هذه الصراعات البدائية الجاهلة التي جعلت منا أكبر ضحية في القرن 21. أقول وبكل بساطة هذا ليس لأنني أتفق مع أمريكا ومع رأسية أمريكا ومع الاتجاه الفلسفي، لا، أقول فقط أن الإسلام قدم لنا خصوصا للصف العالي قدم لنا يعني كنز كبير، رأس مال كبير لكي نتجاوز تلك الصراعات التي لا تزال إلى يومنا هذا تدمر المجتمع الجزائري والمجتمع العربي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تؤمنونني وتطمئن على بقائكم هنا حتى ننتهي انسحب. لا أتيت لهذه الأمسية رغم الصعوبات السن لأنني رأيت في الجريدة أنها محاضرات حول التصوف والمرجعية الحديثة في بلدنا. ما كنت آتي، ربما يأتي غيري لو كانت موضوع المحاضرة لو كان موضوع المحاضرة حول تاريخ الجزائر الديني وموقف ذاك وهذا حول هذا أو ذاك. حقيقة ما كنت لآتي لأنني غير متخصص في الميدان. أما الحقيقة تقتضي أن أقول أولاً على الزوايا العلمية، وما لست صاحب المصطلح لهذه الزوايا العلمية. حينما يقال زوايا علمية، الزوايا التي يعلم فيها القرآن الكريم والتي هناك طلبة ومعلمون ومشايخ، لا تعني أبداً أن تكون الزوايا غير العلمية زوايا الجهل أبداً أبداً، لا حشا. هذه أولا النقطة الحقيقة موضوعية. وأنا كنت من واضعي المصطلح الطبي على مستوى العربي، يعني أدري ما أقول من يتعلق بالمصطلح في هذا الميدان. ثانيا ما يتعلق بمشروع جمعية العلماء هنا أساسي. الذي يريد أن يعلم ما هو مشروع جمعية العلماء عليه أن يقرأ أم القرى لعبد الرحمن الكواكبي رحمه الله، الذي قتل مسموما في 1902 في القاهرة
وكان من حلب العزيزة الكريمة، ونجب بجسده بجسمه من حلب اتجه إلى القاهرة، لكن تبروه لكن قتلوه. على كل حال في أم القرى تجدون مشروع جمعية العلماء على حذافيره، لأن الشيخ بشير الإبراهيمي والشيخ مباديس حينما التقيا في 1913 في مدينة منورة حسب ما كتبها المديس، وبشير الإبراهيمي كلاهما يقولون أنهم كانوا ثلاث شهور يسهرون في المسجد النبوي كيف ينهضون بهذه الأمة في 1913، وتوصل بعد ثلاث شهور من التدارس ومن التشاور على نقطتين أساسيتين: أن يبدأ لنهضة الأمة بالتعليم والتعليم قبل كل شيء وفوق كل شيء، ثانيا بتأسيس جمعية تضمن الاستمرارية. لكن هاتان النقطتان، وهذا اكتشفته بالصدفة في كتاب عبد الرحمن الكواكبي، أن هذا المشروع هو مشروع عبد الرحمن الكواكبي. لكن حينما تحلل قائمة كتب الشهاب في 16 أجزاء التي طبعت في بيروت من طرف المغرب الإسلامي للمسيح أحفظه الله، قلت في 16 جزء لا تجدون مشارا إلى عبد الرحمن الكواكبي إلا في ثلاث مقالات، لكن قبسات من حكيم الشرق، ولن تجدوا أبدا ما أقوله، من أن أم القرى عبد الرحمن الكواكبي، أم القرى هي اسم وهو اسم رمزي لجمعية افتراضية تصورها عبد الرحمن الكواكبي للنهضة بالأمة الإسلامية، وكانت تضم ممثلين عن جل الأقطار الإسلامية المستقلة آنذاك. قلت توصل هذا الجمع الكريم في أم القرى حسب رأي عبد الرحمن الكواكبي إلى ضرورة التعليم، وعلى ضرورة التعليم في إطار جمعية، لكن بشرط أساسي أن يكون هذا التعليم يطمئن إليه الاستبداد. الاستبداد لن يطمئن إن لم يعلن على أن المشروع لا يهتم بالسياسة بالحرف. يقول عبد الرحمن الكواكبي لو يعلم ولو يعرف أن هذا المشروع يرمي إلى السياسة لما قبله الاستعمار. والحق حزب الشعب الجزائري سيدي عاش عامين فقط، يعني دوره العلني على مستوى الأمة كان قليلا في إعلانه، ولا عضو من حزب الشعب الجزائري من 44، يعني ما أقول. فإذا العمل العلني التعليمي ما كان ليكون إلا إذا كان تخلت الجماعة المعلمة عن المشروع السياسي، وتجدونه في البند الثاني من أو البند الأول من القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 1931، تقول هي جمعية لا تعنى بالسياسة. هذه الحقيقة قانون الجمعيات من 1905. هذه أولا. ثانيا في تأسيس الجمعيتين، تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أولا كان تضم كل علماء الجزائر، السنيين والصوفيين وغير الصوفيين، بس كلهم سنة، لأن ما عندنا شيعة. قلت تضم كل علماء وجل علماء الجزائر، لكن بأمر من الحكومة الفرنسية، أقولها بمساعيها هذا تدريه ربما، تخلت جماعة الزوايا علماء الزوايا من جمعية العلماء المسلمين الجزائري، ولهذا نعم بأمر أو بإعاز أو بتحريض من الدولة الفرنسية، هذا معلوم ما فيش أدنى شك. فضيلة الشيخ أنا تسمح هنا في هذه النقطة فقط، أنه الأستاذ صالح أيت الجات وهو ابن الشيخ محمد الضالي في كتابه لا يقول هذا، يعني يقول شيء آخر. هو لم يكن شاهدا لأمور جمعية العلماء في أولها، أقول هكذا، لكن ما اتفق عليه من ناحية المؤرخين
أن الجمعية العلماء المسلمين الجزائريين حينما أسست كان برضو جل العلماء وما تخلى عنها وتخلوا علماء الزوايا غالب علماء الزوايا عن جمعية العلماء لأمرين أنا ما كنت كان عمري 5-6 سنين ماني شاهد لكن ما أعرفه من كل من استمعت إليه هو هذا. قلت إذن أنا من جانب لهم لهم مشوارهم. جمعية العلماء لم تعتني بالسياسة لتضمن استمرارية التعليم فوق كل شيء. أما من ناحية فرنسا أنا كلفت وتشرفت بتقديم حياة بن باديس في النهر العربي في باريس في الثلاثة وقلت لهم للجمهور أن الشيخ بن باديس حينما أتى رئيسا للوفد لجمعية الوفد الإسلامي استقبله دراديه وكان وزير حربي تعلمون هذا طورو دي بوكلوز تعلمون ملاقات الشيخ بن باديس مع دراديه حينما قال له نريد حرية التعليم وهكذا وهكذا قال لا تنسى أن فرنسا لها مدافع وقال الشيخ بن باديس رحمه الله لنا مدافع أطول باعا وأطول قوة قالوا من؟ كان يفهم طبعا الألمان لأنهم كانوا على الأبواب بعد 3 سنوات يعني أتى هتلر في الشانزليزي لا قالوا الشيخ بن باديس لنا مدافع الله هذه واحدة ثانيا في كتاب محمود عبدون الذي هو عضو من مكتب السياسي لنجم شمال افريقيا وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب السري اثناء الحرب العالميه الثانيه تجدون في صفحه 51 من مذكرات محمود عبدون الذي طبعته دار نشر دحلب تجدون ما يلي ان محمود عبدون ما كان يجهل له انه سري جند في الحرب العالمية الثانية وكان موجودا على الحدود التونسية الليبية في طرابلس كانوا الطليان مثل ما تعلمون الطليان كانوا مع الألمان إذن فرنسا كانت متاخمة للحدود وكان هو كاتبا لعقيد من عقداء فرنسا ووجد في أحد الليالي أثناء المناوبة ملفا سريا document confidentiel, تجدونه في page 51 mémoire de Mahmoud Abdoun رحمه الله قال وجدت وثيقة سرية تقول ما هي الشخصيات الأكثر خطرا على الوجود الفرنسي في الجزائر قلت كنت أنتظر بصفته عضوا من حزب الشعب الجزائري ومن رائدا أن أجد مصال الحاج رحمه الله هذا رأس القائمة قال كم كانت مفاجأتي أن وجدوا الشيخ عبد الحميد بن باديس على رأس القائمة هذه ثانية هذا بد أن فرنسا على مستوى الحربية تاعها رأت منه الحقيقة الخطر الحقيقي هذه ثانية السنة الثالثة أهم جدا كذلك قلت هذا لكن كثير على كل حال الشيخ بن باديس عاش 41 سنة توفي في 1940 ولد في 1989 لكن حياته كلها لكم أن تقرأوا مجلة الشهاب ومجلة البصائر وتعلمون زهده وتصوفه وحياته الروحية العالية يقرأوا سلسلة المقالات التي كتبها في 28-26 في أوائل أعداد الشهاب حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا كذلك حينما تكلم عن جمعية العلماء الوهابية يقولون لسا وهابيين ولا عبدويين تجدونه بالحرف الواحد من قلم الشيخ بن باديس رحمه الله أما على كل حال كل هذا يطول لكن كان بودي نحن لا نحتاج إلى هذه التمزيقات والتفرقعات في حقيقة نحتاج إلى الهدوء إلى الاطمئنان وربنا كريم وتحية مباركة سيدتي ولكم
يعطيك الصحة جمعية النوافل هذه العفسة هاي ها أستاذ جو سي اون ديكوفرت إن شاء الله نقعدوا في اتصال من الأصحاب بالعلي ما هضر هكذا وشيخنا On est dans l'obligation, je me sens dans l'obligation de revisiter mon histoire. Bien sûr. Je parle de la thématique d'âge. Cheikh Ben Badi, son Sami Al-Hajj, ou Rahda Baga, Jdoud Mahna. Mashi Misai Al-Hajj, d'abat Janine Ba. Ou la Mashi Fahd Abbas, Jed, du Kausmo Abbas. Ou la Ben Badi, Oulid Oulid, ou la Bilou. Non. Ils nous appartiennent tous et on a le devoir. De revisiter leur histoire. Ou ce n'est pas des saints. Non, je suis douce. Non, je suis dit ça. C'est des hommes. Nous sommes en train de se faire. 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 ما يشوش بعض البعض ما يديرش منها يروحوا يلبى سي فاسيل في الهدوء بيان سور هنا جبار بيان حنا الناس قاعد هادين سيتي فوالا باسكو مون انترفونسيون حبيت نولي للسوجي الى سمحت استاذ حبيت نكون نتكلم منها ثاني على واحد الفتره شغل انا تبعتك من البدايه شغل جبتها شويه رابيدمون على الطرقيه مثلا مو جامي بيان تحكي لنا على ولا درسها سور لوريجين تاع الطريقه باسكو يعني اون بروبليماتيك في الطريقه اللي ما طرقتش ليها وهي اون سارتان سارتان سكري السر في قاموس صوفيا كاين هذا السر و Tout d'abord, merci à l'association de nous avoir invités. C'est pas trop, je vous prie. Merci au conférencier qui nous a fait une très belle conférence et qui pose des problèmes très importants dans l'Algérie actuelle. J'aimerais que vous nous expliquiez, dans la mesure où vous dites que les soufis n'ont pas de vocation politique, qu'ils ont d'autres objectifs et pas politiques. Comment se fait-il qu'ils ont été combattus par les ulémas et comment se fait-il qu'ils ont été combattus par le pouvoir algérien au lendemain de l'indépendance? Merci. Merci. Moi aussi, je vais poser une question, mais je vais d'abord remercier tous les deux. C'était très frais, très dynamique, etc. Mais j'ai écouté avec beaucoup d'affection le professeur Chiban, qui a été mon professeur. Et c'est toujours... Il est aussi jeune que vous. Bon. Maintenant, ce que je voudrais vous poser une question, dans votre longue histoire avec les soufis, etc., est-ce que vous avez rencontré des femmes soufis? Je serais très contente de le savoir. يتكلموا المؤرخين الإسلاميين عن دورها في الجمود وفي حركة القبول والقدرية اللي كسرت في العالم الإسلامي. ثانيا بالنسبة للحركة الوهابية وبالنسبة للمجتمع الجزائري، المجتمع الجزائري من 14 قرن كان مالكي على المذهب المالكي، ويتكلموا على من ناحية العقادية من ناحية العقيدة الأشعرية وما إلى ذلك. كنا على المنهج المالكي منذ قرون، حكاية الوهابية وعبد الحميد بن باديس وما إلى ذلك، فانه دائما نستمد الاصول العقديه تاعنا من الفقه المالكي وما الى ذلك. بالنسبه للطرقيه طرحت مفاهيم عديده في الجزائر انه من سبب القبول بالاستعمار الفرنسي، والبعض يتكلم على انه منهم من كان ثوار على فرنسا. بالنسبه لجمعيه العلماء المسلمين
يعتبروها بعض المفكرين وبعض الدراس وبعض المستشرفين اللي اعطوا رؤية لأنكات الخندق اللي وفر العرب ابن مهيدي ومصطفى بن بولعيد وديديوش مراد لإدراك الآنية الذاتية تحم الجزائرية المسلمة العربية الأمازيغية والثورة ضد فرنسا، وكانت هي القاعدة اللي وفرت الجزائر الحديثة الاستقلال والثورة ضد الإمبريالية الفرنسية. عاود لي هذه اللقطه الاخيره جي باس بيان سيزي لا المشهد الاخير ثوره ضد الامبرياليه الفرنسيه اللي كانت في الجزائر. ما هي القاعده؟ قاعده شكون اللي دار القاعده؟ انهم احسوهم العلماء الجمعيه العلماء من خلال المدارس اللي انشاها عبد الحميد مديس حسون بالذاتية تاعهم، ونعرفوا بلي العربي بن مهيدي بديش مراد كانوا اعضاء في الكشافه اللي اسسها محمد براس، وكانت هي تابعة جمعية علماء المسلمين. مستحيل أي أمة تدرك ذاتها تدرك أنها تنوض ضد استعمار أو ضد ركود حضاري إذا ما أدركتش بعدها الذاتي أو تاريخها أو قيمها. نعرف أن عثمان الكعاك التونسي كتب بإشارة من قادة الثورة تاريخ الجزائر اللي كان معروف آنذاك، وأدركوا من خلاله كثير من الجزائريين البعد الذاتي للجزائر. نعم سؤالي سؤال روح اطلب منه بطلب لا سيتوينتي لو كونسيبت دو لا سيتوينتي اسكو جمعية العلماء المسلمين كانت تامن به؟ لان نعرفوا بلي الحركه الوطنيه التقدميه الموفمون ناسيونال مودير سي لو فيها طور فكره المواطنه. هذا هو السؤال. Je vais revenir un peu au début de la conférence. Il est revenu sur l'année 40 de l'Égypte où il y avait les Mu'tazila et les Soufis qui étaient persécutés, excommuniés, voire exécutés. Moi, je voulais savoir en quoi était différente la pensée soufie de celle des érudits de cette époque-là, qui persécutaient justement tous ceux qui... critiquaient leur manière de penser. Ma deuxième question, elle est plutôt, je ne suis pas très connaisseur, mais je voulais connaître un peu, vu que monsieur a parlé des confréries soufis qui étaient très ancrées dans la société et toute décision dépendait d'eux. Je voulais savoir comment étaient, quels étaient les rapports entre la période de l'émir Abdelkader avec ces confréries-là. Merci. كافي بان قبل من الاسئله يجاوبوا بعد ذلك. شكرا على التفاعل. احاول ان اجيب. ورا تبني ورا معلش يعني أسئلة أنا وي بحاول نجاوب لكن سأجيب بسرعة يعني لا يمكن التفصيل. بعض الأسئلة تستدعي تفصيلا وبعضها يستدعي محاضرة كاملة يعني، لكن لابد نختصر. ما هو أصل الطريقة؟ كيف ظهرت الطرق الصوفية؟ حتى يعني كيف ظهرت الطرق الصوفية؟ كيف ظهرت الطرق الصوفية؟ الطرق الصوفية يعني هناك ظاهرة معرفة الرباطات، الرباط. والرباط مصطلح مذكور في الأحاديث النبوية، ومعروف أن كاين شيء في التاريخ الإسلامي يسمى الثغور. والثغور سي لي بوست افونسي، هي المناطق الحدودية المتاخمة لأراضي العدو آنذاك. سي لي بوست افونسي دي فرونتيير دو الإسلام. فوالا. اكزاكتومون.
Donc, هذيك المناطق كان فيها une sorte de, c'était presque des petites casernes, si vous voulez, et c'était des casernes généralement peuplées par zohad, par des soufis. يعني غالبا العباد والزهاد هم كانوا يروحوا لهذا الرباطات لي باش يحرصوا لحراسة حدود الإسلام, حدود الأراضي تاع الإسلام. هذا الزهاد كانوا يديروا زوج حاجات. أولا يتدربوا, لأنهم يعني يزون ميسيون ميليتير, إذا يتدربوا على التدريبات عسكرية, وفي خارج وقت التدريب يمارسوا العبادة والذكر فقط. هذا كانوا متفرغين, فكانت يعني تقريبا كانت عادة, يعني كانت كثير من الناس اللي مهتمين اللي عندهم زهد يعني أو عندهم رغبة في هذا الجانب الصوفي الزهدي كانوا يخصوا وقت من حياتهم. مثلا كان بعض منهم كان يروح يدير عام رباط وعام يرجع لأهله, مثلا يعيش حياة عادية عام بعام مثلا. وكان اللي كانوا يخصوا كل أوقاتهم للرباط. الرباطات هذه مع مرور الوقت ومع ضعف الدولة, لأن يعني الدولة تعرفوا الدول عندها مراحل صعود ومراحل هبوط وهذه الحضارات كذلك, مع ضعف أجهزة الدولة أو مع ضعف هياكل الدولة في ذلك الوقت, بدأت الرباطات بدأت وظيفتها العسكرية تضعف. يعني أصبح الأكتيفيتي ميليتير دو سي بوست أفانسي a commencé à diminuer. Donc, il a commencé à y avoir beaucoup plus de si vous voulez, de pratiques religieuses et mystiques que de pratiques militaires. Et au même temps, هذه الرباطات تحولت الى يعني carrément الى اماكن للعباده والذكر فقط, لان الدوله يعني تفككت وضعفت مع الوقت واصبحت لا تهتم بما كان يعرف انذاك بالجهاد, يعني جهاد الطلب, لان هناك انواع نوعان من الجهاد, هنالك جهاد الطلب وجهاد الدفاع. جهاد الطلب طبعا قرره الفقهاء, وهذا ايضا موضوع طويل مانيش حاب ندخل في التفاصيل تاعو, لكن المهم اللي همنا الان ان جهاد الطلب هذا ان الجهاد الذي يطلب يعني يطلب اراضي جديده من اراضي دار الحرب كما كان يعرف انذاك, هذا الجهاد توقف بسبب ضعف الدوله. فلما ضعف الدوله وتوقف جهاد الطلب اصبح يعني وظيفه الثغور هذه او البوست افونسي هذو مقتصره على الدفاع, وحتى الوظيفه الدفاعيه شيئا فشيئا ضعفت وذبلت واصبحت اماكن فقط للذكر والعباده. بالتدريج تحولت يعني تلقائيا الى ما يشبه زوايا, تقريبا تحولت الى ما يشبه زوايا تلقائيا مع مرور الوقت, وايضا تلقائيا ومع مرور الوقت ومع كثره التلاميذ, لانه كانت سيدي عبد القادر الجيلاني كان هو اول من اشتهر بانه كان عنده كان يعني يحدث الناس, لان يعني الصوفيه غالبا الزهاد قديما ما كانوش يدرسوا يعني يديروا الدروس للناس, لا كانوا غالبا كانوا مخبيين, كانوا يختفيوا, كانوا منعزلين تقريبا عن الناس وما يحبوش يظهروا, ما يحبوش الاضواء, ما يحبوش الشهره. فأول واحد تقريبا في ذاك الوقت اللي بدأ يخرج للناس ويتكلم أمام الناس ويعظ, يعني يمارس الوعظ الزهدي والصوفي أمام الجمهور والناس سواء في المساجد أو في أماكن أخرى, هو سيدي عبد القادر الجيلاني في بغداد. ولكثرة أتباعه يعني المريدين كما يسمونه ذاك الوقت, لكثرة المريدين تاعه كان شيئا فشيئا بدأت تظهر ضرورة التحول إلى من الصيغة الفردية إلى الصيغة الهيكلية, لأنه هو ما يقدرش مع كثرة هذا الناس هذا العدد ما يقدرش يخصص له كل وقت, يخصص له واحد, فأصبح لابد يكون يقرر واحد أو خمسة أو ستة باش هذوك يزيدوا يعلموا الآخرين وهكذا. فبدأت تلقائيا يعني الحالة الصوفية تتهيكل, وبدأت يعني تلقائيا حالة الطريقة تظهر هي من نفسها بسبب إقبال الناس. ومعروف أنه دائما ضعف الدولة دائما يؤدي إلى موجة تدين دائما في كل مكان وزمان, هذا معروف يعني تقريبا معادلة سوسيولوجية, أنه دائما عندما تضعف الدولة وتضعف قبضة الدولة أو لحبيته هيبة الدولة تضعف في أي مرحلة تاريخية,
المجتمع يتجه نحو التعويض الديني. يعني هذا بشكل جماهيري دونك كوانتيتاتيفمون انا نعتبر بالمعنى الكمي الكلمه الناس بدات تتجه وهكذا ظهرت طرق صوفيه. طبعا ما نقدرش نفسر في كل شيء. وهنا في الجزائر نفس الشيء، كانت عندها رباطات ايضا، رباط شرشان، رباط عنابه. اغلب الرباطات الجزائريه بالمناسبه كانت في السواحل لانها هي كانت مهدده من البرتغاليين والاسبان وهكذا، كان لهذا كان نظن جاوبت. اما بالنسبه لقضيه السر هو اسم السر، ما نقدرش نقول اجمالا انه كاين شيء، انه المريد لما يدخل في الطريقه، اي مريد لما يدخل في الطريقه عنده شيخ، وهذا الشيخ يعلمه اشياء بالتدريج. هذا المريد يتعلم ويتدرج، وشيئا فشيئا مثلا في الطريقه الرحمانيه، مثلا هناك شيء في الطريقه الرحمانيه اسمه الانفس السبعه، والانفس السبعه هذه هي عباره عن مراحل للذكر، هي اوراد يمدها الشيخ. كل ما المريد يقطع مرحلة بنجاح يزيد له اسم آخر يذكر به، إذا قطع المرحلة الثانية يزيد له حتى يقطع سبع مراحل، إذا فات المرحلة السبعة يحطه يدخله للخلوة، وفي الخلوة يفترض أنه يفتح عليه، إذا جاء الفتح يصبح عنده سر. هذا هو، ما نقدرش نقول أكثر من هذا لأنه كاين أمور لابد واحد يعيشها. إذا ما أنا ما نقدرش نقول لك طعم العسل إذا مهما نوصف لك مش كما أنت تروح تأكل. فهذه بالنسبة لقضية السر. الآن طبعا هناك الكرامات، ظاهرة الكرامة، الكرامة وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فمن بذن كلامه، هذه جوهرة التوحيد. يعني في الطريقة في التوحيد تاع ابو الحسن الاشعري، سيدنا الشيخ ابو الحسن الاشعري اللي هو مشهور وشايع في المنطقه المغاربيه، كما قال ابن عاشر في عقد الاشعري وفقه مالك وفي طريقه الجنيد السالك، يعني هذا الاتجاه يؤسس لمساله الكرامه عند الصوفيه وعند الاولياء. السر ايضا عنده علاقه بالكرامه لان السر مرتبط بما يعرف عند الصوفيه ببرهان الشيخ، لانه كل مؤسس طريقه عنده لابد عنده برهان، اذا ما عندوش برهان ما يقدرش ياسس، واصلا اذا ما عندوش برهان شيخه ما يسمحوش باش يروح يدير زاويه ولا يدير طريقه. اذا هذا هو باختصار شديد. بالنسبه لقضيه بوكو بون بيسكي نو فوزي با دو لا بوليتيك بوكو ايز ايتي بيرسيكوتي اي بوكو بون. Ils étaient persécutés tout simplement parce qu'ils avaient une vision différente de la vision officielle, du discours officiel, tout simplement. Et parce qu'ils étaient, d'une manière ou d'une autre, ils faisaient de l'ombre au pouvoir en place. Donc, et c'est pour ça qu'ils étaient persécutés. C'est pas Huma déjà Huma Amr Huma mais quand l'on chemin c'est parce qu'on dit que hadith qawa hatta fi qasaid tاع الملحون قصائد تاع الشعبي يقول لك لا تخدم سلطان ولا كيف يقولوا في سي محمد يعرف. انا جو 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 رجوا نكمل الفكره المهمه بزاف. لماذا الطرقيه لم تقبلها النظم السياسيه الرسميه؟ لسبب واحد، ان هذه الاتجاهات الطرقيه الروحيه تطالب بمفهوم روحي للعداله. معنى ذلك معنى ان داخل هذه المطالب هناك مطلب الزهد. اما النظم السياسيه فهي تكتفي بالاستفاده من الريع، بالاستفاده من يعني الامتيازات اللي قدمها النظام للسلطه، الامتيازات الماديه. اعتقد هذا هو الصراع وين، لان الى حد الان في الطرقيه ليومنا هذا، ونذكر على سبيل المثال محمد مباركية اللي كان من المفروض يكون معنا، رفض عدة مناصب ببريكا عفوا رفض عدة مناصب لسبب أنه يعني اللي رست فيدال أو كونسيبت بروفوند أورغانيزاسيون تاع الطرقية. وهذه الطرقية هذه عندها رؤية مثالية لتنظيم المجتمع على أساس العدل. Voilà, donc, même dans le Fouqah, le faqih a dit, le faqih, il persécute le soufi et il le condamne parce que tout simplement, le soufi, il يكشف لعبه الفقيه. ومعروفه قصه شهيره تاع الحلاج مع الفقهاء، تعرفوها جميعا الجدل اللي صار بينه وبين الفقهاء امام السلطان.
قال له لا كان تحب لا كان تحب تناقشهم نجيبهم لك تناقشهم. يعني قصة طويلة. المهم الفقيه كان يرى في الفلاسفة والمعتزلة وبعض المتكلمين منهم معتزلة والصوفية المنافس الأول. وطبعا كي نقول الفقيه ما قلت في البداية أنه لا أقصد 100%، لأنه هناك بعض الفقهاء تميزوا يعني بنزاهتهم إلى آخره، لكن يعني فقهاء السلطة أو من يسميهم ابن عربي فقهاء الرسوم. ابن عربي عنده مصطلح فقهاء الرسوم، كما بكري يقول لك أئمة تاع السيسيبي، يعني هذا المعنى، أنه يقول واش تقول له يقول المهم يخلص وخلاص. هذا هو المقصود. ابن عربي كان يسميهم فقهاء الرسوم، يعني هما يعني يا ان بورسنتاج جو سي با كومبيان مي ان توكا سي با ماشي كلهم، ليس كلهم. بالنسبه لي هل التقيت بنساء صوفيات؟ نعم، هناك نساء صوفيات، هناك نساء صوفيات ورابعة العدوية. انا ما تلاقيتهاش ولكن مشهوره تاريخيا رابعة العدوية، وماشي غير رابعة العدوية، هنا السلمي في طبقات الصوفيه للسلمي داير جزء مخصص للصوفيات، النساء الصوفيات الفام صوفي، داير لهم جزء خاص بهم السلمي، وماشي غير السلمي، كل من أرخوا للطبقة الصوفية وترجموا للصوفية صاحب ابن الزيات، صاحب التشوف المهم كتابه المشهور التشوف راح للبقيه الاخرين لرجال التصوف بارك الله فيك. أيوة شيخة الهامل أيضا بنت سيدي محمد بن القاسم مؤسسة، هذه أكبر مثال أكبر نموذج في الجزائر. زاوية الهامل سيدي محمد بن القاسم مؤسسها، من عوضه بعد وفاته؟ ابنته للا زينب، للا زينب بنت سيدي محمد الهاملية، وكانت بالمناسبة كانت سالكة ومربية ومفتية وفقيهة وقاضية، كانت عندها كل وظائف الوالد تاعها، ومع ذلك احتراما لبابها ما كانش توقع شيخة الزاوية، كانت توقع قائمة مقام الشيخ احتراما لوالدها واحتراما لأعمامها أيضا لأنهم كانوا كبار أيضا ذلك الوقت، احتراما لأعمامها كانت توقع قائمة مقام الشيخ، ما كانش توقع شيخة الزاوية. والوثائق موجودة الآن في زاوية لام الممكن تطلعوا عليها. إذن وهناك أيضا حتى بالنسبة لقناوة، أنا في مستغانم رأيت، ثم هم يقولوا سيدي بلال، في مستغانم يقولوا سيدي بلال، هنا يقولوا قناوة، وكان يقولوا بابا سالم، في الشرق يقولوا البنغا. المهم هذا ما يسمى، أنا أسميه الإسلام الزنجي أو الإسلام عفوا التصوف الإفريقي أو التصوف الزنجي. في مستغانم المقدمة نتاع سيدي بلال لنا زهرة مرأة، يعني ما عندهمش المشكل هذا، ما عندهمش هذا المشكل. كاين عند الصوفية كاين مقدمات وكاين ما كانش هذا. بالنسبة للفقه المالكي، المذهب المالكي، نعم لا قبل هذا القدرية ودور التصوف فيها. لا الصوفية عندهم ما كانوا يكونوا قدريين بالمعنى أنه جبريين، يعني لا ils étaient pas les soufis n'étaient pas des fatalistes ils ne sont pas fatalistes c'est pas le fatalisme. الصوفية عندهم رؤية خاصة جدا، ما نقدرش ثاني نفصل فيها لأنه يفوت يروح الوقت، ولكن الصوفي المشكلة، شوف الصوفية لا يفرق لا يؤمنون يعني بألوهية مفارقة. الصوفي يرى الله في قلبه في نفسه، حتى في الحديث موجود، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه ولئن استغفرني لأغفرن له. الحديث هذا في الحديث، من حار من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، تلقاوها في كتب النووي، وتلقاوها في المصحاح موجود الحديث مشهور معروف وصحيح. اذا لا سيتي با دي فاتاليست، الصوفي كان يشوف شيء اخر، بالعكس الصوفي هو يشوف احيانا حتى توصل تقول بلكم هم يشوفوا منهم صنع القدر، مش حتى انهم هم تحت، لكن مع ذلك كاين واحد العباره شعبية أنا نقولها بالك، يعني يقول لك كاين واحد، لما واحد يكون عنده علاقة قوية مع شخص وعلاقة حميمية ويكون يعني زوج تقريبا بالتعبير الشعبي متداصرين شوية، يعني التكليف يرتفع بين هذا الشخصين شخصين، فيصبح هذاك الشخص الآخر حتى ولو يقول حاجة بالك لو كان يقولها لواحد آخر يغضب، لكن لأنه صديق مقرب منه جدا ما يغضبش منه، يعني تقريبا هذا
المهم نضم صاحب السؤال لا أفهم شان هي حد نقول. بالنسبة للفقه المالكي نعم طالما المذهب المالكي مذهب شائع ومذهب معتمد منذ مدة طويلة في المنطقة المغاربية طبعا وهذا لا يعني لأنه أنت مالكي لا يعني أنك تعبد المذهب أو تعبد الإمام مالك ولو نحن مالكية نعم ولكن يبقى أن المذهب المالكي هو مدرسة فقهية وليس موش دين الماليكيزم سي با اون ريليجيون سي اون ايكول دو جوريسبريدونس اون فان كونت يعني هي مذهب فقهي مدرسة فقهية يعني مدرسة كما أن الطرق مدارس في التربية الروحانية الشاذولية مدرسة والرحمانية مدرسة والقادرية مدرسة هي مدارس كما المذاهب الفقهية أيضا مدارس. مسألة موقف الطرق من الاحتلال أيضا هذا موضوع طويل وراح يدخلنا في متاهات وفي أشياء شائكة لكن هناك يعني هناك أنا قلت في البداية هناك تقريبا جميع الطرق الصوفية كانت ضد الاحتلال ولكن هناك طرق قاومت أكثر من طرق أخرى هناك طرق قاومت أكثر وهناك طرق قاومت بطريقتها الخاصة مثلا ما يقال عن طريقة تيجانية ساهمت في المقاومة أنا مؤخرا حصلت أنا أيضا كنت أظن هذا في منذ 5 أو 6 سنوات كنت أظن هذا ولمحت بإشارة خفيفة في واحد المقال في الجريدة على هذا الموضوع واحد بعث لي تيجاني هو مشكور يعني بعث لي وثائق وبعث لي كتب فوجدت أن التيجانية ساهموا في المقاومة وساهموا أيضا حتى في الثورة التحريرية يعني ما نقدرش أنا شخصيا صح هناك خلافات أيضا بالنسبة لعلاقة طرق الصوفية مع الأمير عبد القادر صارت خلافات مثلا معروف الحصار تاع الأمير عبد القادر اللي كان داروا في مثلا في عين ماضي مثلا معروفة القضية هذه يعني حصار جيش الأمير عبد القادر لمنطقة أو للمقام أو تاع عين ماضي زاوية لكن معروف أنه أيضا أنه الأمير القادر على ما يبدو أنه من الوثائق التي ظهرت حديثا أنه استمع لوشيات ولم يكن يعلم استمع لشخص مبعوث من الإدارة الاستعمارية باش صديق إلى يتي on va dire induit en erreur donc كانت كاينه ثاني ديزانفورماسيون هذيك تاع الاداره الاستعماريه فاستمع الى اشياء غير معلومات غير صحيحه وراح حاصر لكن في النهايه بعث رساله اعتذار وهي موجوده في 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 الزاويه التجانيه تاع 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 تماسين تاع ورقله بعث رساله اعتذار للشيخ للخليفه وما يقولوا الخليفه التجاني بعث الخليفة التجاني اعتذر له لأنه اكتشف أنه أخطأ أنه استمع لوشاية كاذبة كانت معلومات ما كانتش صحيحة. بالنسبة للمدارس نعم صحيح أنا لا أتفق مع مسألة أنه المدارس جمعية العلماء نعم جمعية العلماء كان عندها مدارس وعلمت اللغة العربية علمت الحضارة الإسلامية علمت أكيد أنا عمتي قرأت في جمعية العلماء والوالد تاعي قرأ في المدارس الحرة تاع جمعية العلماء وربما أنا اليوم عمتي تقرأ الجريدة لأنها تعرف تقرأ لأنها قرأت في مدرسة جمعية العلماء فتعلمت تقرأ وتكتب بالعربية ما تعرفش فرنسية ولكن تعرف العربية وبفضل هذا تقدر تقرأ الجريدة لا ينكر فضل جمعية العلماء لا يمكن أن ينكر في هذا المجال وأيضا حتى في مثلا في المجال الكشفي لكن أيضا ينبغي أن نقول أيضا أنه حتى بعض الطرق الصوفية كانت عندها كشافة طريقة العلوية عندها سيدي محمد التحميد بن نصطة العلوي كان عنده كشافة وكان عنده مطبعة هي أقدم مطبعة جزائرية وهي ما زالت إلى اليوم مطبعة العلوية في مستغنم وكان عنده أيضا نوادي رياضية وكانت عنده جرائد يعني أنا أحب أن أقول حتى الأحزاب حزب الشعب أيضا كانت عنده مدارس هذا أيضا لا ينكر يعني هناك يعني كثير من 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 فصائل أو مكونات الحركة الوطنية الجزائرية كانت تعمل في هذا المجال التعليمي والمجال التوعوي بالنسبة للشعب ومن بينها وربما على رأسها جمعية العلماء أيضا التي عملت كثيرا في هذا المجال وفضلها لا ينكر في هذا المجال. هل جمعية العلماء تتحدث أو تحدثت في مشروعها عن المواطنة؟ يعني أنا نظن أن المواطنة موضوع طويل جدا لكن شخصيا
لا أجد حديثا عن مسألة المواطنة في في يعني الميثاق، ميثاق جمعية العلماء لا يوجد فيه، لكن شيخ مباديس تكلم عن هذا الموضوع في مقالاته، نجد يعني نجد هذا الكلام في مقالات، ولكننا لا نجده مثلا في مشروع مكتوب نورس بلون إلى آخره. بالنسبة في ماذا اختلف فكر المعتزلة والفلاسفة عن والصوفية عن الفقهاء، هذه أيضا نقاط كثيرة. مجال الاختلاف بين الصوفية وبين الفقهاء والفلاسفة مجال واسع كبير جدا. نقدر نذكر لكم نقاط سريعة، ثلاثة أو أربع نقاط سريعة. مثلا قضية الجبر، الفقهاء كانوا يقولون بمسألة الجبر. ثانيا مسألة الدولة الدينية، طبيعة الدولة أيضا كان يقول بها الفقيه ولا يقول بها الصوفي ولا يقول بها الفلاسفة. مثلا قضية الشورى، قضية قرشية الخليفة أيضا كان يقول بها الفقيه وكان يرفضها بعض المتكلمين أيضا والفلاسفة. كثير من هناك تقريبا 14 محور أو 15 محور تعتبر محاور خلافية بين الفلاسفة الفقهاء من جهة أخرى. نظن جاوبت إن شاء الله، جاوبت. أعتقد أننا نكتفي بهذا القسم من النقاش الثري، ونشكر الأستاذ الإعلامي سعد جاب الخير على هذه التوضيحات، حتى يعني موضوع كنا ذكرنا قلنا واسع بزاف وفي عدة محاور لابد أن نتناول في كل مرة محور من المحاور. وأنتهز الفرصة لأقول إلى أستاذنا الفاضل بروفيسور شيبان واللي هو غني عن التعريف، أنا كنت التقيته في عدة مناسبات منها في مجلس اللغة العربية، مسألة اللغة العربية في كثير من المناسبات. أقول فقط للأستاذ أنه إن شاء الله نستضيفك في الحديث عن جمعية العلماء المسلمة إن شاء الله. إن شاء الله ريا نعرضوه من التدخل. نشكر الإخوة سيداتي سيدتي، نشكركم بزاف على الحضور بتاعكم، ونتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى حول مواضيع مختلفة، ليس فقط مواضيع سياسية تاريخية وكذلك فنية إن شاء الله ثقافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.